واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، تمكنت الداخلية من ضبط 457 قضية تمونية بمضبوطات بلغت قرابة 146 طن مواد غذائية وغير غذائية خلال 24 ساعة. كما تم ضبط قرابة 26 طن في مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة، أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية، فتم ضبط قرابة 100 طن وتم ضبط 725 قضية في مجال قضايا المخابز، من بينها 147 قضية خبز ناقص الوزن، و155 قضية خبز غير مطابق للمواصفات، كما تم ضبط أكثر من 13 طن أقماح محلية في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي.